هذا يقول طالب في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، إذا رجع إلى بلاده استعان به الناس في الإصلاح بين الزوجين، وسألوه في مسائل النكاح والطلاق، ولا يوجد غيره، مع كون نعم هذا شيء طيب، هذا شيء طيب. إن طالب العلم إذا رجع إلى بلده يوجه الناس إلى الخير ويعلمهم مما علمه الله وينشر العلم ويصلح بين الناس، هذا شيء طيب. هذه مهمة طالب العلم، مهمة طالب العلم نشر العلم النافع والإصلاح بين الناس. الله جل وعلا يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه مهمة طالب العلم، إنه يتعلم ويطلب العلم ثم يقوم بتعليم الناس وتوجيههم والإصلاح بينهم.